طب مسألة موضوعنا، هل معنى يا رب اغفر لي يا رب استر لي، يعني معنى الستر يدخل ضمن الاستغفار أم لا؟ والله المغفرة إذا غفر الله سبحانه وتعالى الإنسان فإنه يستر عليه ذنوبه في الدنيا ولا يفضحه بها في الآخرة، فقد يكون هذا له علاقة من مغفرة الذنوب أن الله سبحانه وتعالى يستر على العبد في الدنيا فلا يفضحه على رؤوس الخلائق، ثم يسترها عليه في الآخرة أيضا فلا يعذبه بها ولا يفضحه بها على رؤوس الخلائق، قد يكون ذلك، ولكن لا مانع أن يدعو الإنسان بالدعوتين معا، أن يطلب من الله المغفرة وأن يطلب من الله الستر في الدنيا وفي الآخرة أيضا، فكلا الدعوتين لها علاقة ببعضها، ولكن لا بأس أن يدعو بالدعوتين وينال الخير من هذه الدعوة من هذه الدعوة إن شاء الله. أي نعم.